أنا بعرف أتكلم عبري كويس. تجمده أقصد أنا؟ لا ده مصايب أنا هطبقها على دماغكم كلكم إلا الفلوس، وأنا هعرفكم مين ناجي عطا الله. يا حرامية نصابين يا ولاد الكلب. كل ذنب يا عصام. اسمع يا دي انت اهو، انا مش جاي من اخر الدنيا عشان اقعد اعلف فيكم وادور المكم يقسموا البوليس. احنا خدامينك يا باشا. انا هنسرق بنك. ايه؟ هنسرق بنك. والبنك ده فين تعالى؟ في اسرائيل. فين؟ في اسرائيل. لنقرا الفاتحه. ده مشينا غلط. مفيش حل قدامنا غير اننا نرجع. اوعى تكون فاكر ان المعركه اللي جايه معركه الصواريخ والدبابات. لا، المعركه اللي جايه معركه نفسيه وحضاره واقتصاد. اللي هيشتغل اكتر هو اللي هينتصر. انا خائن وعميل وابن كلب، بس الحشيش ده برضه مش متلاقي. يا خير يا خير. اخلص. صدق الله العظيم مش ده اسد برضه. شغل العصابات ده لا يليق بدوله، ده اذا كنتوا عايزين تبقوا دوله. انتوا ناويين تسلمونا لاسرائيل؟